يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينهما: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على النبي محمد الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. نعم، يعني الآن عندما تكبر الله أكبر تكبيرة الإحرام ماذا تقول بعدها؟ دعاء الاستفتاح، ولا أنت معي؟ دعاء الاستفتاح صحيح؟ نعم، الله أكبر دعاء الاستفتاح. زين، بعدين الله أكبر هل تقول شيء؟ وراه خمس تكبيرات صح ولا لا؟ الله أكبر الله أكبر، هل تي بس الله أكبر الله أكبر الله ساكت، أو تقول شيئا بين التكبيرات؟ واضح؟ يعني المذهب يقول تقول الله أكبر، سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، الله أكبر الله أكبر كبير والحمد لله كثير سبحان الله برده وصول، الله أكبر اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل، الله أكبر الحمد لله الحمد لله، يعني في ذكر، في ذكر بين كل تكبيرة وتكبيرة. واضح؟ المؤلف هنا أطال في الذكر كما ترون. زين، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. أوه، خلصت التكبيرات سبع وما خلصنا الذكر صحيح؟ للأسف الآن الأئمة عجلين، يعني على طول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عطنا فرصة لحظة، خلنا نقول شيء بين كل تكبيرة وتكبيرة. السنة أنك تقول شيء بين التكبيرات، فالمفروض إمام العيد أنه بين كل تكبيرة وتكبيرة يهدي السرعة شوي، يعني يعطي فرصة لنفسه أيضا هو وللمأمومين أنهم يقولون شيء، يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يسبحون يهللون يكبرون، المهم أن يذكر الله بين كل تكبيرتين. نعم.